أكدت الخارجية الصينية أن الصين وكوريا الجنوبية توصل إلى توافق حول الفوائد والمخاطر بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن بأن حكومته ستواصل العمل مع الأطراف المعنية من أجل الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة. إن استخدام السبل السياسية والدبلوماسية لحل التوترات في شبه الجزيرة الكورية أفضل وسائل لحل تلك القضية، كما يتفق ذلك مع ما يأمله المجتمع الدولي، ونحن نشجع الأطراف المعنية على بذل الجهود لتحقيق حوار والتواصل. إن الصين راغبة في العمل مع كوريا الجنوبية لتعزيز الاتصالات والتنسيق وسحب أزمة إلى مسار حوار والتفاوض في أقرب وقت ممكن.